شهد قصر المؤتمرات بمدينة سلا حفلا تأبينيا خصه المنظمون لفائدة المرحوم الأستاذ عبد اللطيف قديرة الفنان والمحامي يومه الجمعة 25 فبراير 2022 بحضور عائلته ومعارفه وأصدقائه وثلة من رجالات القانون. وكانت هذه شهادات بعض أفراد عائلته. يونس قديرة ولد الأستاذ عبد اللطيف قديرة الله يرحمه ويوسع عليه. الوالد كان محامي في المهنة دياله، ولكن كان فاعل خير قبل ما يكون أنه محامي، القبل الكبير في جميع الميادين، زيادة على شغفه بجميع ما يتعلق بالفن، موسيقى، رونق، بناء، كان كيتعلق ديما بالديتاي، كيمشي لو ديتاي، ماشي الحاجة غير سطحية، كان ديما كيمشي من الاول حتى الاخر ويبقى متبع الحاجة. وكان كيعجبو الفن وتعلم كل شيء، تعلم القانون، تعلم الفرنسية، تعلم النقش على الرخام، اي حاجة كان باغي يديرها دارها، وخلى بلاصتو وما عمرو ما يتعود. الموت ديالو كانت بالنسبة لنا موت فاجعة، وبالأخص أنه كان في أي ميدان كنا كنتكلموا معاه، إحنا كولاد أختو قرينا وصلنا، ماشي وصلنا، ولكن هو كان بالنسبة لنا القدوة ديالنا دائما، لأنه كان يعطينا باللغة العربية، كان يساعدنا، أنا ساعدني بزاف، كان مسار ديالي الدراسي هو الأدب ودرت اللغة الإنجليزية، وهكذا كان كيعاوني بزاف بالمراجع ديالو، عنده واحد المراجع واخا نعاودكم عليها، لأنه هو الدفعة الأولى في المغرب ديال المحاماة، وكان وفي القضاء كذلك. المرحوم السي عبد اللطيف قديرة، العلاقة الأولى اللي عندي معاه هو ولد عمي، والحاجة اللي نقول لكم على سيدي عبد اللطيف أنه من غير محامي، ملي دخل من مصر أول مهنة تقلدها هي مهنة القضاة، يعني داز كقاضي التحقيق، وملي كدوز كقاضي التحقيق وكتولي محامي كتولي عارف بزاف ديال لي رواج ديال المهنة. قامت ألوانكم بالتغطية الحصرية لهذا الحدث. افتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم وابتهالات من تقديم فرقة الأنوار للمديح والسماع، كما تم عرض شريط يوثق أبرز المراحل والأصوات التي ميزت مسار الفقيد، مع إضاءات حول مسيرته الحافلة بالإنجازات على الصعيد المهني وكذا على الصعيد الإنساني. أبدأ كلماتي بدعائي لمن أكتب له لكائن، أبدأ كلماتي بالعفو والرحمة والمغفرة لعمي العزيز عبد اللطيف قديرة، وأن يستقبله أرحم الراحمين مع الشهداء والصديقين يا رب العالمين، كما أحسن استقبال كل ضيف بابتسامته العريضة في شتاء وصيف، عرف بكرمه ومكارم أخلاقه بشهادة الجميع عائلته ورفاقه. وكان هذا تصريح بعض أصدقائه. كان في المستوى اللائق رمز ديال الشهامة في المحاماة، كنا ننظر له بكل احترام وبإجلال، الله يرحمه ويجب عليه الرحمات. أستاذ عبد قديرة عبد اللطيف كأستاذ ديالنا، وكان رجل كبير في أخلاقه في مهنيته، كان متواضعا، كان أنيقا، كان جميلا، لا في هندامه، لا في خلقه، لا في تكوينه، محامو الرباط ومحامو المملكة المغربية ضاعوا في رجل كبير، في مدرسة، في القانون، في الأخلاق، في الإنسانية، في التواضع، رحمة الله عليه.
كلمة نقولها بكل وضوح وبدون أي مجاملة وبدون أي مبالغة. الأستاذ يعتبر رمزا من الرموز الكبار في المهنة ديال المحاماة، من ناحية ديال الأخلاق، أخلاق جد عالية، فيه التواضع، فيه الرحمة، فيه الحكمة، فيه بعد النظر. كانت بيته بيت ديال الضيافة ديال الأصدقاء ديال الكتاب ديال الفنانين، فتعلمت منه كثير من ناحية الأدبية، من ناحية القانونية، من ناحية الفنية. مازال عنده خزانة مهمة جدا، خزانته كبيرة جدا، ولا عنده خزانة فنية. وبعد أن تخرج وحصل على الإجازة في الحقوق، التحق بوزارة العدل كقاضي التحقيق، ومارس هذه المهمة الصعبة بكل جدارة واستحقاق، ثم انخرط في كمحامي متمرن في نقابة هيئة المحامين بالرباط، ولما أمضى فترة التمرين التحق بقائمة المحامين الرسميين. واختتم الحدث بشهادة في حق الأستاذ تتسم في مجملها بالصدق والعرفان، في جو امتزج فيه الحزن بالفخر والفقد بالرضا بقضاء الله وقدره، فكانت ثقافة الاعتراف العنوان الأبرز طيلة مجريات التأبين.